محمد مظهر من الإسماعيلية سريعا. أستاذ محمد مظهر، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي ليك أستاذ عبد الناصر، وتحياتي لكابتن مصر المحترم كابتن حلمي طولان. الله يخليك يا طيب. النهارده خبرنا الأول كابتن خير الدين مدوي المدير الفني النادي الإسماعيلي، بيقول إن افتتاحية الدوري أمام النادي الأهلي هي سلاح ذو حدين، وقال إن الفوز هيمنح اللعيب لعيبته معنويات عالية خلال المشوار الطويل هذا الموسم في الأربع بطولات اللي بيشارك فيها الفريق، وقال إن هو تابع مباراة النادي الأهلي الأفريقية في الفترة الأخيرة علشان يتعرف على نقاط الضعف والقوة في الفريق. كمان نادي الجونة النهارده تقدم بطلب للنادي الإسماعيلي لاستعارة محمود صلاح. النادي الإسماعيلي اشتراه من نادي الكيرنس وهو بيلعب في مركز المهاجم. الخبر الأخير اللي معانا النهارده الإسماعيلي يعني المستشار محمد الكولاية رد على الانتقادات اللي توجهت لنادي الإسماعيلي بعد المواجهة الودية في سلطنة عمان مع نادي أهلي قطر، والمستشار محمد الكولاية أمين الصندوق قال إن مفيش أي خصومة ما بين الشعب المصري والشعب القطري، العلاقة بين الشعبين بعيدة عن الخلاف السياسي، وإن هدف الرياضة هو توحد الشعوب العربية والأفريقية. شكرا جزيلا ممدوح الكواليني الى الاسكندريه. قبل ما اروح الاسكندريه، الكابتن اشرف حامد المدير الاداري لنادي النصر بيقول لك يا كابتن حلمي منتهى الشياكه والتالق وسهره ممتعه. الله يخليك، كل شبرا بقى شبرا الخيمه بتتفرج على حضرتك يا كابتن. تحياتي للكابتن اشرف حامد ولكل الناس في شبرا الخيمه واهالينا وعمنا الكبير جمال العاصي والحاج صلاح العاصي والاستاذ محمد عبد الجليل والحاج احمد الصعيد، واقعد اسمي للصبح الناس شبرا الخيمه كلهم فوق دماغنا.